مرحبا شباب، انا كيف شلتكم بخير؟ طمنوا على حالكم. بس قبل بداية الفيديو، صلاة على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. بس قبل بداية الفيديو يا جماعة الخير، بتمنى من كل صلاة على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. فيديو اليوم يا جماعة الخير، والله والله يا جماعة كتر بعد تعليقات بكل فيديو استعرض حسابك يا حسوني، يا حسوني استعرضنا حسابك، يا حسوني استعرضنا، حتى في ناس ما بتعرف الاي دي عندي. فان شاء الله اليوم يا جماعة الخير رح نستعرض الحساب، تكتبوا لي رايكم للحساب. صراحة يا جماعة الخير حسابي بعد دخولي للشركة ما شاء الله قلب كتير، ورح نشوف يعني كيف صار الحساب. اول شيء مروا على البروفايل يا جماعه الخير. طبعا قلت لكم انكم خبر اني دخلت كلان الاسطوره عبده بالله مافيا وخرجت من كلان الاكس 4، ما خرجت من مشاكل، خرجنا بس لاني انا واحد عبده من قبل، وفاجيت كلان وعادي وما صار شيء. ف 9000 لايك، انا ما عندي لايكات منيح، هذا الفاير بس ماني شاحنه، هذا الفاير بس ما في داعي. ف البروفايل يا جماعه الخير، انا البروفايلي انا كل سيزون بروفايلي اوامل بعده الجميع سواني اطفيلكم الفيس كام. شوف يا جماعة الخير، هدول جيمات والكلات. طبعا يا جماعة الخير الجيمات والكلات هدول كنت العب بهاتف ضعيف، مشان هيك يعني ضعيف ضعيف الضعيفين يعني مو هالقوي قوي. 6000 جيم تقريبا 15000 كيل مو هالواو، بس بالسيزون هذا كلاتي منيحة. هاي بالسولو والديو ما عنا، اهم شيء السكواد. بنروح عند الرانكت، ثواني يا جماعة الخير نسحب الفيس كام لهون. مثل ما شايفين يا جماعة الخير 96 جيم 441 كيل وب 30 فوز، والكيدي يا جماعة الخير مثل ما شايفين، والله يا جماعة اني بلعب كيل وشوف الكيدي ما شاء الله 7، يعني انا بلعب كيل والكيدي عندي 7، كيف ما رح العب سكور؟ فأول شيء يا جماعة الخير بنروح عند الشخصيات. طبعا هدول الشخصيات كلهم عندي الا هدول ما بشتريهم لانه ما لازميني، حرام اني اروح جواهر هيك ما لازميني. فعندي هدول كلهم بستخدمهم، في منهم بستخدمهم في منهم لا وهيك. فهي الشخصيات والق عندي ميكس اهم شيء. اول شيء يا جماعه الخير نبدا من فوق، هذا عطوله كل الناس اكيد، اول جولد رويال للعبه، وهذا كمان سكن الماجيك كيوب فاير بس المجاني، هذا الفاير باس. ثواني بس، صراحة يا جماعة الخير حسابي بعد الشراكة صار اسطوري مرة. هذا كمان، وهذا الفاير باس. هاي الابعة بعشقها هي يا جماعة، وهذا الفاير باس. ثواني، وهذا الشعر هذا ما في حدا ما اخده، وهذا الشعر كبر الفاير باس. هذا سكين الروك ريال عفوا، هذا الفاير باس، هذا الحاضني هذا مرة اسطوري يا جبل، هذا الشعر كمان مرة اسطوري، الشعر الاحمر والله اسطوري، الشعر الشعر الاصفر. والله يا جماعة الخير انا نسيان انه عندي هالسكنات بالحساب، والله نسيان، تخيلوا يعني. عندي هذا السكين اسطوري مرة يا جماعة الخير، والله هذا سكين اسطوري. هدول ما في داعي نستاردون، اشياء عادية بحياتي ما راح افكر البسهم. هذا عادي حلو، هذا الكلاتي هيك منظره، هذا الشعر هذا حلو، والله هذا حلو يا جماعة، بيض سكين الحاضني. هذا السكن طبعا يا جماعة الخير، اسف والله عم اكبس على شغلات ما عم اقول لكم اسمكم، بس انتم بتعرفوا يعني السكنات. اهم شيء اني افرجيكم الحساب. عندي هدول الشعرات، هدول مع النظارات والله نار، وهذا الحاضنة كمان صراحة شيء نار. هذا كمان عندي نزلوه مجانا بالشتاء، هاد والله كان ايام حلوة. عندي هذا كلال خانز الشعر، هذا الحاضنة، هذا الكنزة والله حلوة صراحة. اوه هاي جينا لهون يا جماعة الخير، هاي طبعا يلي كودات الف مبروك اللي اخذوا هدول السكن، هدول اعطونا الشركة اعطتنا كودات لو وزعونا هدول، هذا السكن ما نزل في اللعبة يعني. وهذا الشعر حلو، وهاد والله عندي سكنات نار صراحة يعني. سكنات اسطورية صراحة. انا ما تقولوا لي يا جماعة الخير حسابي موبض، بس ما جينا على سكنات، لا تحكموا على الحساب يا جماعة. طبعا يا جماعة الخير سكنات البنات ما راح اكبس على كل شغلة، بتعب والله بتعب،
فراح هيك ماشي تمشي بس. بقى هاي سكن السجين، والله يا جماعة سكن السجين صار لي زمان كتير ماني لابسه. سكن السجين من اكس بريكس. الشعر هاد الشعر سكن الجاز، والله سكن الجاز اسطوري صراحة، ماني جايبه كله. سكن سكن البرازيلي، طيب يا جماعة الخير عندي سكنات بس انا ما بلبسهم، يعني مثل هاد شو هال، ملينا من هيك الوان صراحة. بس هيك ابوها منا شي جديد. طيب يا جماعة الخير الاقنعة راح اقرب، مثل يا جماعة الخير نبدأ هون بالسكن الجوكر. طبعا يا جماعة الخير والله انا سكن الجوكر ما اخذته بالكودات، بتعباني قديم بياري. انا سكن الجوكر عندي اياه 10 اشهر من زمان كتير، هاي تبعت الهيرويك حكينا عنها. باقة الرزق انا بحكي لكم، باقة الرزق اخذته من الشركة، بحكي لكم مسكنات اللي اخذتهم من الشركة صراحة. هذا استعرضناه، هذا ما استعرضناه، سوينا عفوا، هذا ما استعرضناه صراحة. هون ما في شيء سكن الارض. الارض طبعا يا جماعة الخير انا كتير بتابع افلام الرود، يعني بحب الافلام الرود. هدول استعرضناهم. سكن الجمجمة كيس باب الحارة، هذا عم يبكي، هذا سكن الكلب، هذا استعرضناه، هدول كلهم استعرضناهم. سكن الشيطان اخ سكن، الله يرحم ايام اول يا جماعة، الله يرحم ايام اول على سكن الشيطان، والله يا جماعة كان هيبة. اللحية هذا يا جماعة الخير سكن الهنود، مدري ايش ماني جايبه كله. الارنب هذا يا جماعة الخير، هذا الارنب والله بايخ بايخ سكن مرة، ما بعرف ليش شاري. وهذا الارنب الاصلي يا جماعة الخير، هذا الارنب الاصلي هذا الارنب بعشقه يا جماعة الخير، والله سكن اسطوري، لعب فيه لعب فيه مرة اسطوري. نرجع عند الاصفر، هذا مصارع جون سينا. بس اشوف هذا يا جماعة الخير شو كان بقول عليهم يا جماعة، الطحاطة طحطح ما ادري شو بقول عليهم. هاي الحاضنة كمان يا جماعة الخير، وهي الحاضنة كمان، وهي هلا جماعة الخير انا بس لو وصل عند الكرمي راح احكي لكم شغلي. هاي كمان سكن الجولد ريال، هذا السكن يا جماعة الخير الكنزي بعشقه. سكن الجوكر، هذا الجوكر مرة اسطوري. هدول استعرضناهم، هذا سكن وموصل له زمان بس نادر، وصل له زمان بس نادر رالي. هذا يا جماعة الخير كمان اخذته انا من زمان كتير بس رجعوا نزلوه، والله هذا ما بيجي يوم اني افكر البسه، بس ما بيجي يوم ما بري طلع عيونه وطلع. هذا سكن الوك حلم الجميع، هذا الفاير بس الاول، هذا النظارات بس مصور. هذا كمان يا جماعة الخير الحاضنة، هذا القناع الفاير باس، هاي اللحية، هاي النظارات، وهي سكن الكلب، هذا القناع المبتسم. لو بنقرب كمان، هذا يا جماعة الخير هذا اللبس كنت البسه، كنت البس الكنزة ما علينا، خلينا نستعجل. سكن النمر هيك 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 نقرب نقرب. طبعا يا جماعة الخير انا حسابي هاي لأول مرة بنعرض على اليوتيوب، هاي لأول مرة، فعلى الكنزات ما في داعي الكنزات. نعمل هيك بس، في كنزات مستعرضتهم بس والله تعبت يا جماعة، مش ما يكون الفيديو طويل كتير. نروح على البناطرين كمان، البناطرين نفس الشي على الباط، الله يعزكم يا رب. نجي هون يا جماعة الخير على الشغلتين يلي يعني هن سكن واحد، فهمت علي؟ هذا يا جماعة الخير هذا كتير نادر بس ما هو حلو، ما بلبسه طاول. هذا نزل اعتقد اخر متجر تخفيضات هاد. وهذا سكن لاكاسا دي بابيل، وهذا سكن ما بعرف ولا هذا مخنسون هيك بقول عليه. وهذا سكن الاخطبوط، وهذا اكيد شايفينه انتو النينجا الابيض. ونجي لهون على هذا البابا نويل، نجي على سكن كريمنال الاخضر. اوكي يا جماعة الخير كريمنال الاخضر طبعا يا جماعة الخير والله صراحة اسطوري. وهذا سكن النينجا هذا اخذته اهم
شراكة كمان، وهذا أخذته من تخفيضات لكاس دي بابيل، وهذا السكن حلو. هدول عنا ياهن، ما في داعي دون ستاردون. هدول كمان بحب أجمع هيك يا جماعة الخير، أكون هيك موجودات بالحساب كل ما ناقصني. أوكي يا جماعة الخير، عندي 3 ماجيك كيوب، 61 قطعة ماجيك كيوب، 13 قطعة هي صفرة، وعندي هذا القناع ليش ما لما بشتريه، وعندي 1800 وحدة من هدول الحمر، وعندي هدول النجم يا جماعة الخير. أنا كنت ألعب أيام الكريمنال الأخضر، والله كنت ألعب يا جماعة الخير قبل فاير بس الأول، والله يا جماعة من زمان كتير. هذا كنا نبدله بالكريمنال الأخضر، أنا بتذكر هذا الهيرويك، هذا تبع الزومبي، هدول هدول ما في داعي تغيير الاسم. عندي 10 من هاي، ما بعرف ليش ما بستخدمها، يلا هيك بس خلص هدول. اوكي مروا عند شخصيات البنات يا جماعه الخير، مثل ما شايفين ما راح اكوس على كل شغله، عندي سكنات بنات مره اسطوري صراحه، عندي كتير مثل ما شايفين. هذا الشعر والله بعشقه يا جماعه، فهذول هيك. هذا يا جماعه الخير هذا السكن اسطوري صراحه. اوكي بنقرب 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 بنقرب، ما راح استعرض كل شيء يا جماعه الخير لانه نفس الشباب، يعني مو كتير فرق. كمان هيك كمان كمان نستعرض، ما في داعي يا جماعة الخير، هدول كمان نستعرضهم هيك بسرعة. نجي على الكريمينال، وهدول هذا يا جماعة الخير كان في جليتش لما تلبس وتختفي، مين يتذكر يا جماعة الخير اللاعبين القديمين لما تلبس وتختفي؟ هذا اعتقد، هذا عفوا كريمينال الاخضر. اوكي يا جماعة ان شاء الله ما نسينا شي نستعرض. هلا بنروح يا جماعة الخير لعند الرقصات ولعند كل شي. اوكي مروا يا جماعة الخير هلا عندي دول الشغلات. اوكي الرقصات عندي، المرحبا، الضحكة، انه انا ليك، والتصفيقة، والدب، هدول ما في عندي اياهم، هدول يعني كلهم عندي اياهم. منادرات كتير، اوكي هدول يا جماعة الخير باقي الرقصات عندي بس هدول. فالسيارات عندي هاي البالونات، وهاي السيارة كلهم اخذوها، وهاي وهاي، وعندي هاي كمان، وهاي السيارة، هاي السيارة مرة اسطورية، وعندي هاي، عندي الموتور هاي، هاي صراحة ما احلى يا جماعة الخير بيطلع النهار، وعندي هالسكن، عندي هالسكن وهذا السكن وهذا. اوكي بنجي على الشنات يا جماعة الخير، عندي هاي يا جماعة الخير من زمان كتير، وهي نادرة، هاي قليل قليل يا جماعة الخير الناس عندهم اياها، هاي اعتقد نص الناس عندهم اياها، نزلوا مجانيات هدول نصهم يا جماعة الخير. عندي كان شنات نزلوا مجانيات، فبنقلب بنقلب نمشي كمان. هاي سكن، هاي من اندر من اندر شنات يا جماعة الخير، هاي حلوة يا جماعة الخير، ايوه بنقدمها علينا. هاي الجوكر، شنطة الجوكر. نيجي على المزلجات، ما في داعي نصارده كله مثل ما شايفين. طبعا يا جماعة الخير لا تنسوا تكتبوا لي رأيكم في الحساب، شد رأيكم يعني. دول كمان لوت بوكس، هدول المظلات. طبعا يا جماعة الخير عم اتخطى كتير لاني مليت والله. هدول يا جماعة الخير كمان مثل ما شايفين هدول كلهم، طبعا يا جماعة الخير تبعت هدول يوتيوبر ما بشيلهم لانه شو ما يصير نصب على اسمي باللعبة، ويعني اي حساب يا جماعة الخير، اي حساب اسمه حسوني بس ما انا عليه البنر، هذا مو انا تمام. انا ما راح اشيل البنر طول عمري، البنر هذا ثابت في حسابي ان شاء الله. ف كمان هيك هدول البنر. اوكي والله عندي كتير يا جماعه، والله عندي كتير. اوكي خلصت من اول شغله يا جماعه الخير، بنروح عند السكنات الاسلحه، بنروح عند هذا الطرف. هذا السلاح طبعا يا جماعة الخير مكسته للآخر، وهذا ما بعرف شو، ما بعرف كيف مكسه. المهم بنروح عند سكنات الأسلحة يا جماعة الخير، أنا حسابي فيه سكنات أسلحة كتير. عندي نبدأ من أول بالإيم فور، عندي أسلحة الإي آر، نبدأ بالإيم فور، عندي هاد الإيم فور وهاد الإيم فور وهاد 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 وهاد، هذا عندي. أوكي نجي عند الاي كي يا جماعه الخير، اوه شوفوا هذا لحاله هيب يا جماعه، حتى شوفوا يا جماعه الخير هذا الاحمر يعني والله اسطور، شوفوا شوفوا شوفوا، بس ما بصير الاخضر طبعا، عندي الاخضر وعندي دراجون، عندي اقوى ثلاث سكنات اي كي في اللعبه كلها، اقوى ثلاث الدراجون عفوا، وعندي هاد وعندي الاحمر.
عندي هذا يا جماعة الخير قوي كمان، هذا فيه 2 دمج. فا اوكي نجي عند هذا كمان، عند هذا عند هذا عند هذا. اوكي عنا اياهم كلنا دول، نص الناس عنده اياهم. نجي عند ام 14. اسف يا جماعة الخير، انا اي فيديو مو جلد كتير هيك بشلف حكي، ما بعرف شو بحكي بس هيك بشلف حكي. فعندي انا ام 14 وعندي السكنات السكار التيتان، من اقوى السكنات، هو اقوى سكن حاليا، وسكار الزهري، وهذا الاحمر. هذا الاحمر يا جماعه الخير اول سكن سكار في اللعبه الالي. هذا السكن السكار الازرق، وهذا وهذا هذا قوي يا جماعه، والله هذا كنت العب فيه والله يا جماعه. صعب تشوفه هيك بس قوي نار. هذا كمان قوي، فيه 2 صراع. بنجي على الجروزه، الجروزه سلاح هذا ما ببدله اكيد. هذول من السكنات الاس كي اس، هذا مره اسطوري يا جماعه الخير. بنجي عند هاد عند هاد عند هاد عند بنجي على البي كي سي يا جماعه الخير. اوكي عندي هذول 2 بس، الفاماس هذا الفاماس الازرق. الفاماس انا ما بلعب فيه يا جماعه الخير، سلاح اسطوري. الدراجونوف بلعب فيه، عندي بس هاد. والاكس ميت عندي هذا الحاضن اغلى واحد، هذا نار، هذا اسطوري، وهذا هدول عندي اياهم طبعا مثل ما شايفين. الام 60 هاد وهاد وهاد وهاد، الان 1 هاد وهاد هاد وهاد، البلازما الاوج طبعا نمسكه بايدنا، مره اسطوري لك على البويا. هذا السلاح يا جماعه الخير نزل بس لسه ما نزل بالرانكد وما نزل له ولا سكن. مرة اسلحة الاس ام جي عند اليو ام بي هاد يا جماعة الخير، هذا تخيل وصل عندي 90 يوم يا جماعة هاد، ولهلا ما طلع لي دائم، مدري ايش قد يا جماعة، لهلا 58 يوم يا جماعة. مثل ماشي عندي اليو ام بي هاد كمان، كلهم قويين يا جماعة الخير. اوكي مروح عند الام بي 5، هدول الام بي 5، هدول كل سكنات الام بي 5. اوكي الفي اس اس الام بي 40، انا يا جماعه الخير انا سلاح الام بي 40 افضل سلاح لي باللعبه، فمختار له هذا سكن الارنب اسطوري، وحتى هذا الميكانيكي اسطوري يا جماعه مثل ما شايفين. وحتى هذا اسطوري صراحه، ما بيطلع كيل مسج بس اسطوري. وعندي البي 90 بيطلع الاسماء يا جماعه الخير تبع حدث لكاسد دي بابل، هذول السكنات الثلاثه بس عندي هون. التومسون ما نزلوا له وهذا ما نزلوا له. بنروح على الشداقن يا جماعة الخير، عندي هذا الشدقن مستعمله لأنه يا جماعة الخير فيه 2 دمج أسطوري والله أسطوري. وعندي هذا الأخضر، وعندي الناري، ما عندي أدائم طبعا، والطوفان، وهذا مرة أسطوري يا جماعة، ما بعرف ايش ماني حاطه. وعندي هذا 100 يوم يا جماعة، شوفوا يا جماعة الخير عندي اياه 100 يوم، 100 يوم والله يا جماعة ما باري، ايمتى يطلع لي دائم ما باري. وعندي هذا الشدقن كمان. روح عند الاسباز، هذا سكن الاسباز ما بشيله طاول، فيه 2 سرعة، وهذول السكنات مثل ما شايفين. والشتقن طلعتين عندي هاد فقط، هذا سكن الشتقن اسطوري مرة، سكن الشتقن اسطوري مرة يا جماعة، فيه 2 سرعة. عندي السنايبر طبعا، السنايبر هو افضل سلاح اللي بيجي بعد الام بي 40، هو سلاح بلعب فيه هو والام بي 40، اول سلاحين بلعب فيهم. هذول عندي سكنات للسنايبر طان والكار، وعندي المسدسات، هاد ديزرت ايجل، المسدسات ما في داعي الكل عنده اياه هون. ارض دم السما نزلوا له هذا المسدس. الطواي عندي هاي، وعندي هاي دوت هاد وهاد وهاد وهاد، والجبس والله سكن الجبس مره يا جماعه الخير. اوه مع الكريمنال الاسطوري مره يا جماعه الخير سكن هذا سكن الطواي، انا هذا ما جبته والله يا جماعه الخير. مره واحد من المتابعين ما بعرف وين جيب لي اياه بس انا ماني خبر والله، قال لي هاي هديه مني لك، والله شكرا لكم يا جماعه. عندي هذا كمان يا جماعه الخير، دول السيوف ما في داعي ما له ميزه. انا هدول يا جماعه الخير هدول السيف بحب اشتري يعني افضل من نوع، هذا نزلوه اول مره الكل اخذه، بعده هذا وبعده هذا، هذا اسطوري مره يا جماعه. طبعا البوكس مثل ما شايفين يا جماعه الخير، البوكس الجرنادا، هدول القنبلات عندي اياهم كلهم هدول، والثلجات سكن الثلجة طبعا. هذا يا جماعة الخير ليش حاطط هي بالذات يحسوني؟ انه بلبس كريمنال الاخضر فما بيعرفوني بالخوتو. اوكي بسم الله،
هذا ما نزلوا لي سكنات أسلحة. اللانشر والله بعشق اللانشر يا جماعة. كمان هذا نزلوا له سكنين وجبتون. هذا الهلم نزلوا له سكن هذا. اوكي تمام، اعتقد يا جماعة الخير ما في شي بالحساب وما استردته. فا اوكي يا جماعة الخير، هون وصلنا نهاية الفيديو. اتمنى انكم استمتعتوا بالفيديو، هذا هو كان حسابي. اكتبوا لي تحت في التعليقات رايكم في حسابي، تقييمكم من 10. طبعا يا جماعة الخير والله والله يا جماعة الخير انا ما كنت استرد حسابي طاول حتى يكون اسطوري مرة، فقد ما طلبتوا مني هي لعيونكم يا جماعة الخير. والله اطلبكم، والله يا جماعة انه اطلبكم حتى سويت الاستراد. فالله يسعد لي اياكم يا رب. اكتبوا لي تحت في التعليقات كمان شو بتكون افكار اسويها. فالله يسعدكم يا رب. رابط حسابي الانستغرام تحت في الوصف، اتمنى من الكل يعمل لي متابعة، خلينا نوصل 100 ألف متابع. كان معكم اخوكم حسوني، بنشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم.